بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome everyone to session 5 in the advanced course for EST English March 2024. بصوا يا شباب، النهارده اول سيشن في الريدنج، وطبعا احنا كورس ادفانسد او تيست براكتس كمان، فمش بيزكس، مش هناخد كل حاجه بالتفصيل الممل زي ما عملنا في كورس البيزكس للناس اللي كانت حاضره معايا البيزكس وعارفه الكلام ده كويس. هنتدرب بقى مع بعض النهارده على البيزك سكيلز او الموست امبورتنت سكيلز اللي انا كطالب اي اس تي في الامريكان دبلومه محتاج اكون جاهز بيهم عشان ادخل اعرف اتعامل مع الامتحان في جزء الريدنج اللي بيقولوا عليه صعب. هو على فكره مش صعب، هو الصعوبه بتاعته بتكمن في سهولته اللي هي ايه، هنشوف النهارده. يعني هي فعلا حاجات سهله جدا لو عملناها هنعرف ازاي نتعامل مع الباسج والكويشنز وكل حاجه. تعالوا في اول 10 دقايق كده بس نعمل اكسرسايز صغير مع بعض نفهم منه يعني ايه ريدنج سكيلز، وانا محتاج اعمل ايه في امتحان الريدنج عشان اعرف اتعامل مع الباسج. بص يا سيدي، ازاي نجيب التوبيك اوف ذا باسج اللي هو نفهم يعني وات ذا باسج از مينلي اباوت. تاني حاجه ريزن بيهايند منشنينج سيرتن اكزامبلز. تالت حاجه هاو ايديز ار سبورتد. How ideas are supported. اتفضل يا محمد. مستر معلش عندي سؤال، هو بالنسبة للرايتنج ده هتعيده تاني فيما بعد صح؟ تدفع كام وانا اعيده لك؟ هو انا اوريدي دفعت. ده خلاص يا باشا يتعاد. خلاص مش طبعا يا حبيبي، احنا مش عارف مس منى قالت لك ولا لا، بس احنا هنعيد الرايتنج ان شاء الله، هنعمل ريفيجن سريع كده قبل الامتحان. لا تقلق، تمام في ايد امينه، لا تقلق. طيب تاني مع بعض يا شباب، هما ثلاث حاجات هنتدرب عليهم كويس النهارده، لو عرفنا نعملهم كويس خلاص صدقني هتحس بفرق في التعامل مع الريدنج. اول حاجه هنتعلم ازاي نجيب التوبيك اوف ذا باسج. لو جبت دي وعرفت ايه السبب اللي بيخلي الاوثر او الرايتر بتاع الباسج يمنشن سام اكزامبلز، ولو عرفت ازاي بيعمل سبورت للايديا بتاعته، خلاص شكرا جزيلا، مش عايزين اكتر من كده. تعالوا بقى نعمل اكسرسايز صغير نطبق فيه الحاجات دي. انا عندي باراجراف صغير كده او شورت ايسي عباره عن تو باراجرافز، باراجراف اهو والباراجراف الثاني اهو. انا هديكوا بس يعني دقيقتين او ثلاثه بالكتير تقروا لي الجزء ده كده اللي هم التو باراجرافز دول، وبعدين تعالوا نتناقش بقى انتوا فهمتوا ايه، هو ايه التوبيك اللي انتوا قريتوه دلوقتي، الموضوع عن ايه، وايه الاكزامبلز اللي جت وجت ليه، اللي كتب الايسي ده جاب الاكزامبلز دي عشان عايز يقول لي ايه منها، والايديا اللي هو بيقولها عمل لها سبورت ازاي. موضوع سهل جدا وبسيط، محتاج منك دلوقتي بس تقرا لي الجزء ده كده وتيجي نتناقش فيه بعد ما تخلص. يلا جود لك، when you're done send me a message telling me that you are done. يلا اتفضل. طيب يلا يا شباب بقى، بعد ما قرينا الشورت اسي ده، معلش اسمحوا لي اقراه لكم بسرعه انا كمان بصوتي عشان لو كان في حد وقع منه حاجه يعني برضو يسمعها مني. هنا بقول لك ايه، students of the American diploma sometimes have unrealistic expectations among those they expect a teacher to do everything for them, and when a teacher fails to meet their expectations they judge him or her as a bad one. بعد كده بقول لك Mr. Rauf is an English teacher who gives English lessons to students of grades 10, 11 and 12. He once had a group of students who were preparing for an upcoming EST test and they all wanted to get the highest scores without doing their part, homework and extra practice. When the results were declared and some of them got less than what they were hoping for, Mr. Rauf was marked as a weak teacher who doesn't know how to help students achieve their targeted scores. السؤال الأول، what is the passage mainly about؟ إيه الموضوع يا شباب؟ يلا تفضلوا، I'm waiting for your answers. أكتب في الشات ولا أتكلم؟ Yes يا محمد please. تمام يا وفاء، بس مش ده المين ايديا يا وفاء، هو ده، هو كلامك صح على فكرة، بس دي تفاصيل، أنا ما سألتش على تفاصيل لسه. I'm not asking for details. انا بسال بس على الايديا بشكل عام، واتس ذا ايديا مينلي اباوت يا شباب. يلا يا محمد، يلا يا كريم. كريم انت قلت عايز تقول فويس مش كده؟ قربت يا كاشف، قربت يا كاشف، قربت جدا يا محمد يا بهاء. اتفضل يا كريم. اتكلم عادي؟ لا اتكلم صيني. عايز تتكلم ايه؟ ماشي، قصدي اتكلم فويس عادي يعني. اتفضل.
ماشي. هو دلوقتي هو بادي ان هو بيقول ده اللي هو ايه المفروض اللي بيدي الايديا عموما، ان دلوقتي معظم الستودنتس او مش معظمهم يعني، في ستودنتس في الامريكان دبلومه عندهم توقعات مش حقيقيه وعمرها ما Stop here يا كريم. Stop here. I'm not cutting you short. I'm sorry. I don't mean it. أنا بس قصدي أقول لك إن هو ده بس اللي أنا عايزه يا كريم. برافو عليك. إن أنا الموضوع بشكل عام يا شباب. برافو يا كاشف. برافو يا وفاء. برافو يا محمد. الموضوع بشكل عام يا شباب It's about the unrealistic expectations of some of the American diploma students. شكرا. ده التوبيك بشكل عام. طيب السؤال التاني. Why do you think the writer of this short essay اللي هو أنا mentions the example of Mr. Rauf؟ ليه جبت الاكزامبل بتاع مستر رؤوف؟ ايه الهدف ان انا جبت سيرة مستر رؤوف هنا؟ حد يقدر يقول لي ايه السبب؟ برافو كيم. احنا دلوقتي بنتكلم في سيرة ليه الاكزامبل ده جه، ايه الفكرة اللي انا عايز اطرحها من خلال الاكزامبل ده. مصطفى كاشف لحد دلوقتي اجابتك احسن اجابة جات لي. كريم انت قلت ديتيلز زيادة عن اللي انا عايزها. محمد يا بهاء انت تعبت نفسك كتير على الفاضي، وده بقى يا شباب اللي انا اخاف منه في الريدنج، ان احنا بنعمل اكتر من المطلوب مننا فبنضيع وقته وبنبذل مجهود اكبر ومش محتاجينه. فاللي احنا عايزينه في الريدنج يا شباب ان احنا نختار او نعمل الحاجات المطلوبه مننا بس، دي بقى السكيلز اللي احنا عايزين نتدرب عليها كويس في الريدنج. فمحمد معلش ممكن تحاول تاني. طيب انا هكتفي بالاجابات دي بس يا ريت اللي جاي بعد كده يبقى الموضوع اسرع شويه. هو انا هنا يا شباب مش اتفقنا ان احنا بنتكلم على students of the American diploma؟ حاضر يا محمد. students of the American diploma having high expectations او unrealistic expectations in their courses، ولو ما بيشوفوا teacher وما جابوش معاه سكور عالي بيحكموا عليه ان هو وحش، صح كده؟ جيت بعد كده جبت لك سيرة رؤوف اللي كان مرة معاه جروب وكان كلهم عايزين سكور عالي من اول مرة وفي ناس فيهم ما جابتش فقالوا ده رؤوف وحش. هو مش ده اكزامبل على some American diploma students اللي هم بيحكموا على التيتشر لما هم ما يعملوش اللي هم عملوه ولما يجيبوا سكور وحش يقولوا ده التيتشر هو الوحش؟ مش ده اكزامبل على الفكرة؟ يبقى الاكزامبل بتاع رؤوف كله على بعضه كده is here to support the main idea of the passage. حد مختلف معايا عن الرأي ده يا شباب؟ حد شايف حاجة غير كده؟ يعني حد شايف ان الاكزامبل ده جه عشان يعمل حاجة تانية؟ ولا عشان فعلا يسبورت فكره الامريكان دبلوما ستودنتس اللي عندهم unrealistic expectations؟ انتوا رايكم في الكلام ده؟ يعني احنا الحمد لله متفقين، شكرا جزيلا ليكم. طب فاكرين تالت حاجه كانت ايه اللي هي قلناها هنا اللي هي how ideas are supported؟ هو الايديا بتاعت الراجل اللي كتب الباسج دي عايز يقول ان الامريكان دبلوما ستودنتس دول ساعات بيكون عندهم unrealistic expectations، دي وجهه نظره وده رأيه. طب عمل سبورت ازاي للفكرة دي؟ ايه اللي كتبه هنا او ايه اللي قاله عشان يأكد الفكرة دي؟ حد يقدر يقول لي؟ Thank you so very much everyone. احنا دلوقتي خلاص عملنا حاجة بسيطة جدا، فهمنا ايه التوبيك وازاي عمل له سبورت وجاب سيرة رؤوف ليه وكده. نبدأ بقى كده بداية حقيقية ونروح للتست اللي احنا هنحله النهاردة، وفيه الباسج الأولى اللي هي بتقول لي experts often suggest that crime resembles an epidemic but what kind، مش عارف ايه. بصوا بقى احنا اتفقنا هنا يا شباب ان احنا اول حاجة لازم نعرفها التوبيك of the passage، هو الموضوع عن ايه، ايه الفكرة اللي في الباسج. To watch the full session and get the full course contact us